جماعه مني يا رب دايما تكونوا بالف خير. بعتوا لي كذا مره يا صدفه عايزين نعرف التوابل اللي بتستخدمها في الاكل وايه التوابل الاساسيه اللي احنا نجيبها في بيتنا. وامبارح كتبت لي تعليق عاوزه تقول لي يا صدفه انا لسه متجوزه جديد ومش فاهمه حاجه في المطبخ خالص ومش عارفه ايه بتحط على ايه ومش عارفه التوابل ومش عارفه اساسيات خالص خالص خالص. طيب النهارده هنعمل كده حبه اساسيات بسيطه جدا تبقى في مطبخنا وهوريكم انواع التوابل وازاي بجيب التوابل وازاي بستخدمها بعد كده. اول حاجه ده طقم التوابل اللي جالي من عند دودي ستور اللي نزلته لكم في الفيديو بتاع الهديه اللي جات لي قبل عيد ميلادي. ده طقم التوابل اللي هي بعتته لي. انا بصراحه الطقم اللي كان عندي اتكسر من الجنب اتكسر فانا راح لصحاب نصيبه فانا جبت بصراحه الطقم بتاعها ده عجبني. اهم حاجه ما يتكسرش. اوعى براحتك بس ما تتكسرش. اشوف اتكسر ولا لا. مفيش كلكم كده جري كده ليه متخافوش. اوعى بس ما تتكسرش. بسم الله يا رب ما تكونش اتكسر. هو بس الغطا بتاع دي اللي اهو الحمد لله ما اتكسرش. متين متين متين. طيب الاساسيات في كل بيت اساسي لازم يكون فيه فلفل اسود. انا دايما بجيب حاجتي حصى كلها صحيحه وبحمصها وبعد كده بطحنها. انا دلوقتي بحمص حبه فلفل اسود بحمصهم لسبب بطلع الرطوبه اللي فيهم. الحاجه طبعا بتكون مركونه فبنطلع الرطوبه اللي فيها والتحميص. بسم الله ده كتير قوي لان انا هملى العلبه دي بس عشان خاطر لما بكون مستعجله ما بعملش بتاع الخشب دي. كفايه هما بس حلوين كده تتمشيهم بس على النار الرطوبه اللي فيهم تطلع. نيجي نمشيهم بقى كده نلف كده بكماريتنا ونبص كده على الانواع اللي عندنا ونمسك حاجه حاجه ونطحن حبه حبه. بصوا النار واطيه اصغر عين عندي طبعا على النبي اهو. طاسه تكون الامونيا عشان خاطر الحصو ده الحاجات الحصى دي او المكرونه او الشعريه لو نيجي نحمرها في طاسه تيفال بتجرحها ان بصوا تعمل صوت فبتجرحها. يا دوب احنا عايزين نشمعه بس لو في اي رطوبه تطلع منه. وانا افضل يا جماعه بالنسبه لي انتوا تشتروا حاجه بيتكم حصى ده الافضل يعني كده. طبعا غير بقى في خلطات بعد كده هنعملها خلطه تتبيله الفراخ بديل مرقه الفراخ عملتها لكم بس لسه ما نزلتهاش. خلطه بهارات لحمه بهارات سمك لان في انواع حاجات بتتحط على حاجات بتدي تست عاليه قوي قوي للاكل. في حاجات ما ينفعش تتحط بس على اللحمه في حاجات ما ينفعش تتحط على الفراخ كده فاهمين. بس هو كده سخن في ايده اهو سخن كده وتشمع نحمصهم بقى في الكبه كده خلاص. انا دايما عندي مطحنه الخلاط كده بطحن فيها اوطي بقى خالص واطحنه على مطحن الفلفل اكون برضو طلعت رطوبه من شويه الحبهان دول بالمره. بسم الله عايزه اقول لكم بقى ريحته حلوه قوي 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 وناعم وحلو جدا 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 احسن من اللي احنا بنشتريه ناعم من بره. لسبب اللي بنشتريه من بره بيبقى ما تفهميش خلطين عليه. انا يعني طبعا غسلت البلاك وركنتها اجيب بس قومه عشان اجهز بيه. فالافضل تجيب الحاجه وتطحنها في البيت بايدك ما بياخدوش معانا وقت خالص. عايزه اقول لكم في حالات كده بتحصل في المطبخ واحنا واقفين يعني الست اللي بعتلي الطقم بتاع التوابل ده شوف سبحان الله الطقم طار من ايدي وقع طار لحد الصالون بره لميته من بعيد ولحد تحت السفره وفي الارض ما كانش فيه مفيش حاجه محطوطه مفروشه على الارض ما اتكسرش سبحان الله. هي بنت حلال ومرزقه عشان كده ايه كان حصل الموقف ده عشان ايه ناس تتاكد ان هو متين لان مهما كنت احكي اقسم بالله هو وقع بالصدفه. انا ما في دماغي خالص ان انا اوقعه. بس كده شيل بقى لو حبه زياده فيه كده ولا حاجه بالصلاه على النبي اهو زي الفل.
نغطيه بقى. يبقى كده عملنا اول حاجة فلفل اسود اهو، وما شاء الله بقى طبعا خد كمية كبيرة. مفتوح من تحت عشان خالص الايه يقعد في القعدة هنا كده. بس كده نطحن بقى الحبهان. خدت هنا حبهان على قد اللي هطحنهم، اما الباقي شلته في العلبة دي وبشيله عندي ايه للشوربة للحاجات دي كلها اهو. اطحنهم بالمرة. عايزة اقول لكم الحبهان لما اتحمص ادى ريحة فظيعة فظيعة فظيعة. طب انت يا استاذة بتحمصي الحبهان لو بتطحنيه؟ انا ساعات بحب احط منه على القهوة، ساعات بعمل حاجات كده، حاجات كتيرة ببقى عايزة حبهان مطحون، فانا بحب اجهزه عندي واخليه. وبرضو عندي الصحيح، يبقى عندي ده وده اهو. كده ناقص لي ايه بقى؟ ناقص لي الكمون والكزبرة، لان معظم الحاجة التانية بجيبها مش مطحونة. بجيبهم بقى منين؟ بجيبهم من ريسبي. هتلاقوا حاجات عندي كتيرة جدا، البوكس ده كله مليان حاجات من عند ريسبي. يعني في عندي كركم، في عندي بابريكا مدخنة، بابريكا عادية، البهارات بدأت شغلها معايا. في حاجات كتيرة جدا بجيبها طبعا، هم عندهم مطحون ومش مطحون، بس انا الحاجة المطحونة بتاعتهم بسم الله ما شاء الله زي الفل. اطحن بقى حبة كزبرة كمان اهو عشان ملوخية والحاجات دي. عايز اقول لكم الكزبرة ريحتها حلوة قوي قوي، خصوصا لما اتطحنت مديها ريحة جميلة جدا. هنا الكزبرة. بصوا بقى كده الحاجات اللي انا بجيبها من بره صحيحة، فلفل اسود والكزبرة والحبهان وال ده ايه وال ده سماء افضيه بحاله كده. ده سماء حلو جدا جدا خصوصا في الشاورما والتتبيلات الحلوة قوي. وفي عندي كمان كبابة صيني، دي عشان خاطر الشوربة والحاجات دي، حلوة قوي 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 بجد، فظيعة جدا جدا جدا. وفي عندنا كمان قرفة، دي قرفة انا بجيبها مطحونة لانها الخشب بتاعها عامل كده. انا مش هعرف اطحن الخشب في البيت عندي هنا اهو، بصوا عامل ازاي، مش هعرف اطحنه هنا، اجيب له مطحنة من يتكسر الخلاط. هو ليه مطاحن طبعا، بس انا ما عنديش منها عشان ما اضحكش عليكم. وانا بجيب منه بصراحة للشوربة دايما، بحب اجيب، بحب دايما احطها في الشوربه القرفه الخشب دي، بصراحه بتدي ريحه حلوه قوي للشوربه وبتديها طعم كمان مميز كده. في اللي هي الصغننه زي دي، وفي بتبقى مكسره، انا ما بحبش المكسره، بحب اللي هي دي. طب انت يا سوزه بتحفظي الطوابق بتاعتك دي فين؟ بصوا يا جماعه، طب ليه طلعت صغير؟ اه عايز تتكتب. بصوا بقى انا بحفظ الطوابق بتاعتي ازاي، بحطها في الثلاجه. بحط ايه في الثلاجه؟ بحط الفلفل الاسود في الثلاجه، الحصى والكمون والكزبره والحاجات الحصى دي كلها في الثلاجه. اما القرفه والحاجات الباقيه دي بصراحه ما بحطهاش في الثلاجه، لان ايدي على طول فيها اول باول وباخد منها على طول، فعشان خاطر كده ما بيحصلهاش اي حاجه بالصلاه على النبي كده اهو. تمام، ناخد بالنا يا جماعه من الحاجات اللي في بيتنا. ودايما عود نفسك يا ست البيت لما تيجي تطبخي ولا تعملي حاجه تبقي عينك على الحاجه بتاعتك، عشان ما تجيش تطبخي في مره تلاقي نفسك ما عندكيش فلفل، ما عندكيش ملح. ودايما اكتبي الحاجه اللي ناقصاكي اول باول. يعني انا مثلا بطبخ النهارده فاضل عندي معلقتين فلفل اسود بس في البرطمان، اكتب ان انا محتاجه فلفل اسود، ولما انزل السوق اجيب واخليه عندي، حتى لو انا عندي حبه صغيرين اجيب واخليه عندي. فهمتوني كده؟ بصوا الرص كله في البرطمان اهو وكده زي الفل. دول بقى ما بحطهمش في التلاجة، لان دول برطمانات بتاعه تبر وير بتحفظ الحاجه، ما بحطهاش في التلاجة. لو قعدت سنه ما بجربهاش اي حاجه. نطحن الكمون بقى. بصوا بقى الكمون المطحون في البيت، بصوا لونه ولا ريحته بقى، عايزه اقول لكم ريحته قلب الدنيا، وبحر هتطلع من الريحه كله ورا بعضه، شطه مع فلفل مع كمون، فالريحه فظيعه. اه العلب بقى الفاضي دي كلها هنعبي فيها ايه؟ بصوا بقى من الاساسيات برضو اللي تكون عندك في البيت لو انتوا بتحبوها، ما بتحبوهاش خلاص، هاتي قرفه ناعمه. قرفه ناعمه بتتحط على حاجات كتيره جدا جدا جدا. هاتي قرفه ناعمه، هاتي جنزبيل، هاتي قرفه ناعمه وجنزبيل، وهاتي كركم، وهاتي كاري. انا عندي كاري هحطه، وعندي كركم برضو هفديهم في علبه، وبابريكا، بابريكا برضو بتبقى حلوه قوي 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 اهو. نفضي بس الكمون، الكمون والكزبره والفلفل والحبهان. بقيت العلب بقى
انا هحط فيها حاجات تانية. حاجات دي برده تكون في المطبخ عندك. حبيتي تعملي رز اصفر يبقى عندك الكركم. انا عندي الحاجه متعبيه في عينها بريسه دي لماما. ماشي يا روحي. ده جنزبيل بتاع ريسبي برده اهو. ايه ده؟ جنزبيل. جنزبيل. ده الكيس ده ده ب 5 جنيه كيس الجنزبيل ده اهو. بصوا قد ايه؟ افضيه برده اهو. طب انت يا صدفه تعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا عن نفسي بعرف التوابل. انتوا بقى ممكن تجيبوا ورق وتكتبوا عليه الاسم وتلزقوه. في استيكرات كمان بتتباع تبقى جاهزه بس انا ما عنديش منها. لما اجيبها لو عرفت بتتباع فين او جبتها ابقى اوريها لكم ونلزقها برده مع بعض في مره كده. ادي الجنزبيل اهو كمان. يبقى كده الثوم البودره والبصل البودره انا ما بستعملهمش اصلا في اكلي خالص نهائي. بس انا عندي مخليهم احتياطي بس انا ما بستعملهمش خالص اهو. ادي الجنزبيل اهو برده بحط منه على القهوه العربي لما بيكون عندي قهوه عربي بيبقى حلو قوي. ادي الجنزبيل كمان اهو. في عندي كمان ايه؟ هحط قرفة. بصوا بقى هحط قرفة حلو؟ ادي واحد للقرفة وهحط مع ده. بصوا هما كمان جايبين العلب جايبين معاهم كيس احتياطي زي ده. كيس كمان ده جاي هخليه برده للطوارئ عندي. ده للقرفة وده للكركم وده للبابريكا. وفي عندي ايه تاني هنا؟ وفي عندي كاري احط ده في كاري بس يا صدفة. وده احط فيه السماق. بفرد السماق هنا هيتبقى عندي اتنين. عندي بقى ايه التوابل دي؟ لا دول بخليهم زي ما هما في علبهم كده بتاعت ريسبي. بخليهم زي ما هما كده في علب بتاعت ريسبي. يبقى انا كده عندي ايه؟ ناقص ايه تاني؟ ناقص بقى ورق اللورة. هطحن حبة. انا برضو بحب اطحن ورق لورة. هطحن حبة ورق لورة واحطهم ويبقى كده خلاص. هعبيهم بقى كلهم واشيل الزيادة في قلب العلب البطرمانات دي كلها. وبعد ما ارصهم كلهم هوريكم الخلطة كلها اللي انا ايه جهزتهم كلهم. حبايبي كده خلصت. بصوا بقى نمسكها من الاول. دي ورق لورة مطحونة وتحتيه سماق والتحتيه ده كاري وكزبرة ناشفة. هنا حطيت شطه وقرفه وجنزبيل وفلفل اسود. هنا كركم وبابريكا وكمون. ايه اللي تحت خالص ده؟ حبهان بس اهم. طبعا عندي بقى حاجات صحيحه للشوربه. ورق لورق. ورق لورق طحنت برده. بصوا حلوه قوي 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 وريحته فظيعه. مشوا الحاجه على النار يا جماعه بجد مختلفه. وتوابل الريسبي برده مبقاش استغنى عنها. كل حاجتي من عند ريسبي جميله جدا وحلوه قوي قوي قوي. وفي كمان صندوق عندي دي الخلطات الجاهزه بتاعتهم. يعني مثلا دي وصفه لانشون. لانشون ده كنت جايبه كنت في معرض الهيس شهر 10 اهو معرض الهيس عشان اعملهم. وعندي دجاج بالكاري وعندي دجاج مدخن وعندي وصفه صوص الشيدر وبرجر فراخ وفراخ مشويه والتندوري والحواوشي والسجق المرقاص ده المغربي وكفته فراخ وشوربه كريمه وشوربه كريمه الدجاج وستيك بقري ورز الزعفران ووصفه الطحينه ووصفه سجق وحاجات كتيره جدا 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 اهي. انا اتمنى يا جماعه ان انتوا تجربوا حاجه ريسبي. وكمان عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي. ريسبي عامله اليومين دول عرض بسبب راس السنه. بكره ان شاء الله هقول لكم عليه عشان خاطر اللي عاوز يجيبه يستفاد بيه. اشوفكم على خير يا جماعه ان شاء الله. واتمنى تكون عجبتكم. وحط لكم لينك دود ستور في صندوق الوصف بتاع التوابل دي. بصوا بتلف كمان اهي. ولما بحضرت في الارض ما جرلهاش اي حاجه وزي الفل. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.